لو الحكاية فيها إن فيكو. أنا شيماء صلاح، أنا أصلي من كنتش كفيفة خالص، وخلصت دراستي وكنت مؤهل دبلوم تجارة، وبعد كده اشتغلت فترة كده يعني سنتين، كان سنة 2001، وأخدت طب الشهادة من رئيس الجامعة. وبعد كده حصل لي تعب جالي سخونية وجالي حاجة مشاكل، عمل لي ضبور في العصب البصري، فقدت بصري عيني الاثنين ودراعي الشمال محركهمش. خدت فترات طويلة إن أنا الحياة كلها مقفلة معايا، لأن كنت مبصرة الأول، وبعد كده بقى صعب عليا الموضوع إن أنا مش كل حاجة أعرفها وأشوفها وأتحرك وكده، بس مرضتش أستسلم، ورغم إن أنا كنت ظروفي خاصة يعني عشان ظروفي الأسرية وكده، والدتي برضه متوفية، برضه كنت بمر بمشاكل يعني عندي في البيت. بس الحمد لله يعني ابتديت إن أنا أروح مجالات من هنا ومن هنا، أروح شاركتي مثلا دورات، بروح نشاط، أي نشاط أروحه، سواء نشاط كمبيوتر أو نشاط شغل يدوي أو حاجة زي كده. فكرت فكرة الشغل الإكسسوارات وحاجات زي كده، لقيت الموضوع من أنواع زي كده، معايا بنات عمتي كانوا بيساعدوني يقولوا لي ده لون كذا ده لون كذا، وبقيت أحط مثلا ألوان، ده لون أحمر لوحده والأخضر لوحده، وكان لون برسول كده لوحدي، وأنا أخده الحاجات اللي مثلا تكون واسعة كده الشغل بتاعها بميزة أنا اللي بشتغلها، وهم كانوا بيساعدوني يعني بصراحة يعني. بس يعني وبس أنا كنت أنسق الحاجة، كانوا مثلا الحاجة اللي أنا ما بعرفش أعملها كنت أخليهم هم يعملوها، وأنا أقول لهم مثلا دي كويسة ولا لأ. هم كانوا بس أكتر حاجة ميزولي موضوع الألوان بس. أنا يعني مع واحدة واحدة لقيت نفسي إن أنا الحاجة دي حباها، وبقيت أشتغلها وأعملها أمارسها لغاية دلوقتي. طموحاتي إن أنا عايزة الموضوع ده يكبر شوية، لإني أنا أعتبر إن أنا بعمله ومفيش مثلا تسويق كتير، ومفيش مثلا مادية إن أنا أعرف أجيب الحاجات دي. عايزة يعني الحاجة دي توسع معايا شوية، أو حاجة يعني نفسي كده إن أنا أعمل حاجات كتيرة، عشان في المجتمع بتاعنا شايفين مثلا الاحتياجات الخاصة ما بيعرفوش يعملوا حاجة، ما يعرفوش مش عارف إيه. لو في ناس كتيرة شايفين إن هما بيعرفوا، بس في ناس ما وصلهمش فكرتنا. يعني أنا نفسي أوصل الحاجة دي، يعني نفسي أوصل للموضوع إن إحنا ما فيش حاجة بتقف عندنا، نتعلم كل حاجة. أي قررت ما ساعات كان في مقابلة وعملها، وإحنا أنا رحت فيها، وكان في ناس قررهم كانوا عاملين مؤجزات حاجات كويسة جدا يعني، وما زالوا لغاية دلوقتي في حاجات أفضل من كده. كان أنا طبعا مع جمعية النور المكفين، وهم كانوا قالوا إن إحنا هنروح حفلة تبع الاحتياجات الخاصة، ورئيس النواحي يكرم ناس وكده، وهو عامل مقابلة للكل. ورحنا إحنا معاهم تبع جمعية النور، سافرنا معاهم ورحنا قابلناه، وشفنا إن هم الناس اللي عملوا معجزات وعملوا شوية حاجات يعني بصراحة جميلة خالص، كرمهم، وهو ده اللي شجعنا إن إحنا برضو إن إحنا نمارس حياتنا، نعمل أكتر من كده، عشان إحنا لقينا حد يعني بيشجعنا.